بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 1206 في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف الآن بالقسم السابع على ما قسمنا أعمال القلوب، تكلم الآن عن المحبة، وبعد المحبة يذكر الخوف، لأن السائر إلى الله لابد أن يجمع في السائر إلى الله بين الخوف والرجاء. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يحب أحد مع الله. نعم. ومن رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فما بالنا بمن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض يكفر من باب أول. ومن الناس، بعض الناس تأخذ من دون الله أندادا شبهاء نظراء مثلا يحبونهم كحب الله، شرك أكبر. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. نعم. الوعيد الشديد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الوعيد الشديد على من كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله. نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. نعم. لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من محبة الله. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. نعم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في زمن أنه صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، إن أعطي راضي ولا لم يعطى سخط. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، وقال المودة، يعني لأنه لا يبقى يوم القيامة إلا ما كان لله. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. قلنا بعد أن ذكر باب المحبة جاء بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، وهي أعلى من الخوف وتكون من العلماء. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني جعل الخوف من الناس كخوف من الله، وبعض الناس هدانا الله إياه يرتكب المحرمات. لماذا؟ خوفا من كلام الناس، جعل خوفه من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وافق هؤلاء. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. الله المستعان. هذا نراه في بعض الناس، يعني يقول: فلان ما أعطاني، وفلان بخيل، وفلان كذا. الرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ترضى بالقضاء والقدر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. الجزاء من جنس العمل، ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد في دين الله. نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. نعم، علق الإيمان هنا على أوصاف خمسة، وهنا الإيمان أعلى من الإسلام. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافئ من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. نعم، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، دلت الآية بمفهومه أن من يعتمد على غير الله خذل، نسأل العافية والسلامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. إذن لابد تكون هذه الكلمة قول كل موحد، نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، القنوط من رحمة الله. نعم، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن الذي يقنط من رحمة الله هذا الضال، لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الأسماء والصفات. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أين هنا الشاهد؟ النياحة، لأن النائحة لم تصبر وتسخطت، نسأل العافية والسلام، والتسخط كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، ولهما عن ابن مسعود مرفوع رضي الله عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وعن ضرب الخدود إما بالضرب أو بالشق أو بالتكسير، اعتراض على القضاء القدر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لكن لا يعني أن الإنسان يتمنى ويطلب تعجيل هذا القضاء في الدنيا، لا، يدعو الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لكن إذا وقع الابتلاء لابد له من الصبر، لأن الصبر واجب بإجماع الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال رحمه الله باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء يعني أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر، وأنه من أخلاق أهل النفاق. نعم، سمي بهذا الاسم من باب التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، ومن رأى رأى الله به. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني خالصا صوابا. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. بطلان العمل إذا خالطه الرياء. وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد. الرياء شرك أصغر، وفتنة الدجال كفر أكبر شرك أكبر، فكيف خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوفه عليهم من الدجال، لأن الرياء يكون في كل وقت،
والدجال في زمن محدد. فتنة الدجال فتنة ظاهرة، وفتنة الرياء نسأل العافية والسلامة فتنة خفية. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. معنى الباب هنا أن يعمل أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، كمن يصلي مثلا بالناس إماما ويريد بهذا الأجرة فقط. نعم. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ لأن الآن الأئمة بفضل الله يأخذ رواتب ويأخذ مكافآت مثلا، كيف نعرف؟ قال نعرف إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. نعم، وهم فيها لا يبخسون. ليس كل من أراد الدنيا يحصل الدنيا، قد لا يحصلها وقد لا. الحمد لله. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن هذا الضابط إن أعطي رضي، كيف نعرف أنه عبد للدرهم وللدينار وللدنيا؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فلا بد أن يكون غضب الإنسان ورضاه لله سبحانه وتعالى. نعم. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب الأمور عليه وبالشقاء والتعاسة، نسأل الله عافية والسلامة. نعم. طوبى لعبد هذا القسم الأول يريد الدنيا بعمل الآخرة، الثاني يريد الآخرة ويسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهد في سبيل الله، خرج بنفسه وبماله لم يبالي بالمناصب، قال طوبى يعني من الطيبات، شجرة في الجنة وغيرها. نعم. طوبى لعبد آخذ بغنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. يعني أدى كل ما طلب منه ولم يبالي بالمناصب ولا يريد أن يكون مع الرؤساء مع القادة. نعم. في الساقة يعني آخر الجيش. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأراد أن يبين الشرك في الطاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. سبحان الله، هذا في من قدم قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع أن لهما سنة متبعة على قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم. في رواية إنهم ليسوا يعبدونهم، تحقيق التوحيد في الألفاظ، إنهم ليسوا يعبدونهم. نعم. ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة هنا الركوع والسجود، وهي عبادة مقيدة بماذا؟ بالطاعة. نعم. فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت أيضا هنا غير الراوي أيضا جعلها يعني في الصيغة الأخرى. نعم. فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. العبادة هنا مقيدة بالطاعة. نعم. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. نعم، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب، المؤمن حقا يحكم الشريعة، والمنافق نسأل عافية السلامة لا يريد تحكيم الشريعة خاصة فيما يتعلق بأمور الدنيا. نعم. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، ولهذا يقول الآن يعني عن أنفسهم أننا نحن أهل الإصلاح، قالوا إنما نحن
الأصل يقول من المصلحين، لا حصر الصلاح فيهم. وبعض الناس قال إذا أنا لا أعرف الحق لا أدري من يعرف الحق، سبحان الله. نعم. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، يعني ما يبغي هؤلاء، هل أرادوا حكم الجاهلية المبني على الجهل والسفه القبح؟ ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما من الله، لكن عند قوم لديهم يقين وإيمان صادق بالله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، هذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، لكن بعض العلماء يضعف هذا الحديث. نعم. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. نعم، هذا تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. إذا هذا إيمان كاذب، هذا نفاق. نعم. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصا. قيل هذا التمريض من المؤلف، تضعيف لهذه الرواية، يعني هذه الرواية ضعيفة. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا على اعتبار أن القصة ضعيفة، إذا اعتبرنا أن القصة صحيحة لا يمكن أن عمر رضي الله عنه يقيم الحدود دون الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ثم بعد ذلك ضرب عنقه. نعم. قال رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. انتقل الآن إلى القسم الثامن وهو الأسماء والصفات. لابد أن نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الأسماء والصفات. باب من جحد، الجحود الإنكار، والإنكار إما إنكار تكذيب بأن يرد الأدلة من الكتاب والسنة، ولو رد حرف واحد يكفر نسأل العافية والسلام، وإنكار تأويل يتأولها، فهذا إذا كان له مسوغ في اللغة العربية هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم، لكن إذا كان ليس له مسوغ هذا يكفر لأنه في الحقيقة إنكار. نعم. على اعتبار نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، أي يكفرون بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم لا بالمسمى، لأنهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق منفرد بالربوبية. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا أحد يكذب كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تحدث الناس بأشياء لا يدركوها هذا معناه أنك قد يؤدي هذا الكلام إلى التكذيب دون أن تشعر. ولهذا هل معنى هذا أنه لا نحدثهم بشيء؟ لا، نحدثهم بكل شيء، لا، نتدرج معهم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. نعم، استنكارا لذلك، يعني انتفاض منه كان أنه ما أراد أن يقبل هذا، سبحان الله. والأصل أن يقول آمنت وصدقت وسلمت وأثبت لله سبحانه وتعالى إثبات يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فقال استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، أو ما خوف هؤلاء، لماذا؟ قال يجدون رقة عند محكمة وهلكون عند متشابه. الأصل أننا نرد المتشابه إلى المحكم ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. فقال ما فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. نعم، نؤمن بكل القرآن
نعم. ولما سمعت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. أي بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يعني أنكر الصفات. فمن ينكر الصفات فقد وافق أهل الجاهلية. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. الآن شرع في القسم التاسع قبل الأخير، وهو أطول قسم في الكتاب، فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز على كفر النعم. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي ابتلاء، امتحان، اختبار، تنجح أو تخسر. كيف تنجح؟ تنجح بأمرين والله أعلم. قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله، لا حكام ولا رئيس ولا أمير ولا ملياردير ولا علماء، وماذا صنع لنا العلماء وماذا صنع لنا أهل الخليج. الجنة لا تطلب إلا من من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعد أن تأتي النعمة تشكرها بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. الآن في الجوال عندنا بعض الرسومات كذا يرسلوا أحيانا، يعني كذا يعني تمام اتفقنا، وكذا يعني دعاء، وكذا يعني هذا بجدي واجتهادي وأنا صنعت هذا وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وقال نحن أغنياء، أنا من عائلة عرفوا بالغنى. لا، كان المفروض يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم، هذا كفر للنعم عندما يقول كذا، أو يقول بجدي واجتهادي وأنا محقوق به. نعم، يعرفون نعمة الله ثم اجتماع الضدين في القلب. نعم. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. الأصل يقول لولا الله وحده، هذا أعلى مرتبة، أو يقول لولا الله ثم فلان. نعم. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا شرك. نعم. وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، كيف ما يشكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا يقع عندنا في هذه الأيام، عندما تنزل الطائرة إيش يصنعوا؟ يصفقوا ويصفروا. المفروض يقول الحمد لله، صحيح؟ أي نعم، لكن التصفيق وتصفير و... نعم. أحيانا نزل الطيارة طيارة الآلي أصلا. نعم، فيضحك أحيانا هذول اللي يعملوا في الطائرة، يضحكوا على هؤلاء. الله المستعان. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أراد بهذا الباب أن يبين الند، الشبيه النظير والمثيل، شرك أكبر. قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. الحلف بغير الله، والحلف اليوم بالأمان يقول أمانة عليك، هذا حلف بغيره، حتى لو ما قال والأمان يقول أمانة علي، أو في رقبتي أو في لحيتي أو في شيبتي أو في بعمري بحياة أمي كذا، كل حلف غير الله. بلعون يقول عندكم ممكن. نعم، بلعون هذا حلف غير الله. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا لولا الله وحده، أو لولا الله ثم فلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله يقول أنا بالله وبك أيضا. نعم، شرك. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، يقول لا تسألني بفلان، لا تجعل فيها فلان، لا تسألني بفلان لا أردك. نعم، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هو لا يحب هذا ولا يحب هذا، لكن أراد أن يبين للناس خطر الشرك، أنه أخطر من الكبائر. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، الكراء عند السلف التحريم. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن الآن الحالف ذكر حلف وأكد الكلام الذي ذكر بذكر معظم عندك وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعظم الله لابد أن تصدق هذا الحال، وتعظيم الله سبحانه وتعالى له علاقة بالتوحيد. مفهوم؟ نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، إلا إذا تيقن كذبه، يعني هو كاذب 100%، هذا لا نصدقه. نعم. باب قولي ما شاء الله وشئت، يعني النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وأنها من الشرك الأصغر وقد تصل إلى الأكبر. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. نعم، ينبغي أن على كل من قيل له ما شاء الله وشئت أن يقول: أجعلت الله ندا. نعم، احتج بالشرك الأكبر عن الشرك الأصغر. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم. إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم، كلمة يراد بها المدح. نعم. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير ابن الله شرك أكبر. نعم. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يهود ويعرف الشرك الأكبر والأصغر، إذن قامت عليهم الحجة. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. شرك أكبر. نعم. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يمنع أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بإنكار هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون القبلة إلى مكة، كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس، ما استطاع أن يحول القبلة حتى حولها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، من سب الدهر، وعندنا مسبة الدهر كثيرة، زمن غدار والبحر غدار، ويسب الأيام وقل لزوجتي أسود يوم في حياتي يوم التقينا، والله لن أنسى هذا اليوم. نعم، إيش علاقة الدهر بزواجك، بمشاكل مع زوجتك؟ نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. نعم. في الصحيح يعني الهلاك، علقوا الهلاك وهذا بالدهر وبالأيام والليالي، وما هي قالوا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر والآمل للدهر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي مقلب ومصرف والآمر له. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني النهي عن التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام، ولو كان هذا بغير اللغة العربية، مثل ما يسمى باللغة الفارسية شاهان، شاه يعني ملك الملوك، لكن ممكن تقول
ملك ملوك الأرض أو القرن السابع، قاضي قضاة القرن السابع مثلا ابن حجر عسقلاني، لكن الأولى تركه لأنه ممكن مع كثرة الاستعمال التقييد هذا يحذف عند الناس. نعم وينسب. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. أوضع لماذا؟ لأن الآن رفعوه بهذا الاسم، قالوا قاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام، كان الجزاء من جنس العمل. أوضع. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. لا، عندنا أسماء خاصة بالله لا يمكن أن يسمى بها أحد، الله ورب العالمين والرحمن مثلا، وعندنا أسماء غير مختصة بالله سبحانه وتعالى. ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالت امرأة العزيز، هذه ليست بعزة كاملة. نعم اسم فقط. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. إذن هنا قصد ليس الاسم فقط، قصد المعنى. نعم. ولهذا كان بعض الصحابة حكيم بن حزام ولم يغير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، لأنه لم يقصد الوصف، لكن عندما قصد الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. نعم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا إشكال، وهو الاستهزاء والسخرية بالآيات والأحاديث خاصة في هذه الأزمنة مع هذه الأجهزة. لا تقرب الكتاب والسنة إلا وأنت يعني تريد أن تقف عند حدود الله، أما تضحك وتمزح، اضحك وامزح بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعيد عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل أبي الله، يعني ما بقي أن تمزح وتسخر وتستهزئ إلا بهؤلاء الثلاثة الذين هم أحق الحق. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ألا يقول كلام ليس عليه جمالي، ويا أخي نتسلى وأنت بتمنعنا من الضحك تضحك بالكتاب والسنة. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك انظر، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الطاعة أوقع الشيطان في الشرك الأكبر، لأن الطاعة قد توقع في المعصية والمعصية قد تجر إلى الطاعة. نعم. ولهذا الآن بعض الناس يذنب ثم بعد الذنب يعطي طاعات أدخلته الجنة المعصية، والطاعة قد تدخل النار كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. القراء من؟ نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، كيف يسخر ويستهزئ بها؟ يقول كلام نتحدث به نقطع عن الطريق أو عناء الطريق تعب الطريق. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والله كذب. نعم. فقال: هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق على هذا وعلى أمثال من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أقل الناس اشتغل بالدنيا وبالطعام والشراب وأصدق الخلق. نعم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. نعم، هذا الإيمان الصادق أنكر. نعم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريقة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، لأنه يعني أمر بهذا، وهذا في استعمال الغلظة في موضعها. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا مثل ما تقدم عندنا من كفر النعمة. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. من أين لك هذا؟ قال: بعملي وأنا محقوق به، أنا أحق الناس به، لهذا أعطاني الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي. من عندي يعني بجدي واجتهادي وكسبي. وقوله: قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتالة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم، قال: نحن أشراف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقرة، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. عشراء يعني في شهرها العاشر، أو أوشكت على الولادة. نعم. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي أن بصر. يرد الله. هنا الأعمى قبل النعمة متعلق بمن؟ بالله. لكن الأول والثاني لم يتعلقوا بالله قبل النعمة، وبعد النعمة الأول والثاني كفر النعمة: إنما ورثت هذا المال كابل عن كابل. الأعمى اعترف مباشرة عندما رأى الأعمى، قال: قد كنت أعمى ورد الله علي بصري، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته. تأخذ لله، خذ لغير الله لا لا تأخذ. نعم. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. أيضا كان زاهد، يعني ما أراد لا الإبل ولا البقر. نعم. وأن الزهد يجر إلا ما تحمد عقبة. نعم. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. إيش معنى وادي؟ يعني إذا مشت بين الجبلين تسد ما بين الجبل، تسد الوادي من كثرتها. نعم. ويقول: الحقوق كثيرة. أي حقوق يا رجل؟ نعم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. يعني هذا تذكير للنعمة بالهيئة. نعم. وبعد هذا ذكروا بالقول. نعم. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. فأيضا كفر النعمة. فلما آتاهما صالحا يعني صلاح في الخلقة وصلاح في الخلق، جعل له شركاء، أنهم قالوا أن الذي جاء بالولد هو الولد الفلاني. نعم. أو قدموا محبة الولد على محبة الله. نعم.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. إلا عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه وهو محرم، ما يمكن نعبد الأولاد لغير الله، لا عبد المطلب ولا عبد شمس ولا كذا. وعن ابن عباس في الآية قال: هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن حزم رحمه الله أنها رواية مكذوبة موضوعة، ولو صحت القصة يكون معنى هذا شرك في الطاعة. يعني الآن تخرج وتمرمر أتنظر إليها، أنت الآن أطعت من؟ أشركت؟ لا، معصية. وهكذا الشيطان قال لا سميها عبد الحارث فسميها عبد الحارث، شركاء في طاعتي ولم يقل في عبادتي. لو تعدي هذا الأثر أحسن. يلا طيب، على اعتبار الصحة قلنا هذا شركاء في طاعتي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. ما يمكن أن الشيطان يقول هذا الكلام، أنا صاحبكما، صح؟ نعم. وقاسمهما يعني أقسم لهما بالله فدلاهما بغرور، أما يقول أنا صاحبكما ما يمكن. نعم. لتطيعني أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقه. ما يمكن يصدق هذا. نعم، لأنه هذا ما يمكن يكون إلا لله. نعم. ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. عبد الحارث، الحارث من أصدق الأسماء لا إشكال فيه، لكن هنا قصد عبد الحارث يعني عبد للشيطان. نعم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم، واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يمكن أن نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأدنى كلمة. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية ولله الأسماء الحسنى تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، الحسنى البالغة في الحسن أكملة، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وذروا اتركوا الذين يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يعني يشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، كان يسمى الله سبحانه وتعالى علة فاعلة وقادر على اختراعه وثالث ثلاثة. نعم. باب لا يقال السلام على الله. ماذا نقول؟ لا نقول السلام على الله لأن الله هو السلام. إيش نقول؟ نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، الله يهديك إن شاء الله، لا، إيش تقول؟ الله يهديك، اللهم اهدني وعافني. نعم، تجزم تقطع، لأنك تطلب من كريم سبحانه وتعالى غني. نعم، لأنك لو تقول إن شئت إن استطعت تعطيني مال اعطيني، هذا لماذا؟ لأنه ممكن يعطيك ممكن لا يعطيك، لكن هنا الدعاء تجزم وتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما تقول إن شئت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. طيب إيش يقول؟ فتاي أو فتاتي وغلامي، لأنه هذا فيه إذلال للعبد وفيه تعدي على جانب
الربوبية. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ لأن السائل سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله لابد أن تجيب هذا، إلا إذا كان فيه إعانة على منكر، يقول لك الله يرحم والدك، بالله تعطيني 5 دنانير أشتري بها دخان، والله مصدق تعطيه؟ لا، إعانة على منكر. أو في ضرر عليك، قال أسألك بالله تعطيني جوازك، أبغى أروح السعودية أخذ عمرة وأرجع، تقول لا، في ضرر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا مثلا المؤلف رحمه الله صنع لنا معروفا، أقل شيء عندما يذكر المؤلف تقول جزاه الله خيرا. نعم. والآن عندنا يا أخواننا يقول شكرا، شكرا هذه وين نصرفها؟ لماذا لا تقول جزاك الله خيرا؟ صح، أحسن من 1000 شكرا. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. أو تقول: اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، لأنه هذا يؤدي إلى الجنة. نعم. باب ما جاء في اللوم، يعني ما جاء في النهي عن قول لوم إلا في حالة واحدة، وهي الإخبار: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا خبر. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا اعتراض على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتراض على الشرع. نعم. محرم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا اعتراض على القضاء والقدر، محرم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويصح أن تقول إما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. طيب لماذا؟ لأن هذا تفتح باب التحسر والندم، حصل شيء لا تقول لو صنعت لو كذا، لا، تقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. باب النهي عن سب الريح. سب الريح وسب الدهر وسب الأيام وسب الليالي وسب الدواب، لماذا؟ وسب السيارة. نعم. لا تسب الريح، ايش نقول؟ نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. الآية. ما يمكن أن يكون ظن المؤمن كظن المنافق، لأن المنافق لا يظن بالله خيرا، ولابد أن تظن بالله خيرا، سواء فيما يفعل فيما يختص بك أو يختص بغيرك أو في هذا الكون. لأن بعض الناس يدخل على المريض يقول: والله أنت مسكين وما تستاهل، ما تستاهل، كأنه هذا أرحم به من الله، يقول: والله لو الأمر بيدي يا شيخ والله أعالجك في أوروبا وأدفع لك لكن ما بليد حيلة، تعرف الدولة هذه وتعرف مستشفيات عندنا. نعم. وقوله: أضعف وتموت ترى قريب. نعم. هكذا والله يقول مسكين وما تستاهل. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. نعم. قال ابن القيم هو يشرح الآن ابن القيم. نعم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. هذا في غزوة أحد، هذا كلام أهل النفاق أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله، لكن هكذا لابد من التمحيص وابتلاء حتى تعلم الصحابة
أثر المخالفة والمعصية. نعم. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بذلك. أكثر الناس الآن بدأ في كلام على الناس. أكثر الناس، نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. فيما يختص بهم، يقول لماذا لا أكون أنا رئيس الدولة؟ لماذا فلان هو رئيس الدولة؟ نعم. وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من يسلم الله. اللي يعرف الله سبحانه ويرضى بالقضاء والقدر. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب، يعتني بهذا الباب ويتوب إلى الله ويستغفر، تمام، ويضم بمن السوء بنفسه ويقول: وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل. كل ما بك من نعمة وتقوى وصلاح واستقامة وهداية ومحافظة على الصلوات فتلك مواهب الرب الجليل. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. يعني لا أظنك ناجيا. نعم. باب ما جاء في منكر القدر، يعني الكفر الأكبر في من أنكر القضاء والقدر. نعم. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن ونصدق ونسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، ثم تحسن الظن في الله، تقول: أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله لي ولكم من فضل، وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: نعم، لأن وقعت بدعة القدرية. نعم. وهذا خطر السماع لأهل الباطل والنظر في بعض الرسائل من ممن يتبع المتشابه يترك المحكم. نعم. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. إذا ردوا عليه بالدليل حتى تنتهي الشبهة. نعم. باب ما جاء في المصورين، يعني في عقوبة المصور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. نعم، تحداهم الله سبحانه وتعالى. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهبون بخلق الله. إما أشد الناس عذابا في هذا الباب أو الأشدية نسبية. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. التكليف بما له طاق عذاب. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. ولا الطمس للصورة يكون بإزالة معالم الوجه. نعم. ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته على ما على السنة أولا، بأن نرفع القبر مقدار شبر ويسنم ويوضع عليه حجر أو حجرين. نعم. ويسوى بما حوله من القبور، يعني ما يمكن نضع على حجر على قبر 10 أحجار مثلا وعلى القبر الآخر حجرين. الذي يدخل المقابر يقول إلا لهذا مزية. نعم. ولا قبرا مشرفا الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته على السنة وتسوي بما حوله. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف تدل ان ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله، ولا بد ان نعظم الله سبحانه وتعالى ولا نكثر من الحلف الا عند الحاجة. واحفظوا ايمانكم بألا تحلفوا، واحفظوا ايمانكم بان الانسان اذا حلف يفي، واحفظوا أيمانكم بأنه إذا لم يفي يكفر، فإخراج الكفارة دليل على حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم بأن لا تحلفوا إلا بالله. إذا حفظ اليمين ابتداء بأن لا تحلف، وسط تفي، انتهاء أن تكفر إذا لم تأتي باليمين، وأن لا تحلف إلا بالله. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. نعم. في البيع والشراء لا تحلف. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. الأشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياض، يعني كبير في السن. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون يعني شهداء زور، أو دليل على تسرعهم في الشهادة. نعم. ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. ليس معنى هذا أن السمين ليس بمؤمن، لا، لكن هذا فيه إشارة إلى اشتغالهم بالدنيا. نعم. والمآكل والمشارب عن الآخر. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني لا يبالي باليمين، يشهد قبل بعد ما في إشكال. نعم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لماذا؟ حتى يتربى الصغار على حفظ اليمين. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أن الآن أنت تطبق التوحيد في السراء وفي الضراء، حتى إن كان هذا ظالم محارب لك وقال يريد منك المصالحة والسلم تعطيه، فتطبق التوحيد في السراء وفي الضراء وحتى مع المخالف. نعم. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا. لأنهم قالوا له، عندما قال لهم يعني أنه لا يأخذ إلا ما أمره الله ولا يقيم فيهم إلا الشريعة، قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية،
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. نعم، يعني الأخذ بأقل الأمرين ضررا. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني هنا التألي على الله وتحجر سعة فضل الله، يقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا ليس لك. الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إن قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. السلام عليكم. السلام. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني يجعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، ما يمكن. نعم. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث. رواه أبو داود. يعني لا يجعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم: حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقلنا لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد. حمى هناك الأفعال في الباب السابق اللي جاء حماية جناب التوحيد، وهنا حمى الأقوال. قالوا له: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. نعم. إحنا عندنا العوام إذا تقول له سيد إيش يقول؟ يقول: سيدك مولاك. نعم، سيد الله يعني. نعم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. يعني السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. نعم. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي. أعلى منزلة أنه عبد لا يعبد، رسول أو كذب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا آخر قسم في الكتاب وآخر باب في الكتاب، ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول لك: مهما تتعلم وتعمل وتعتقد، لابد أن يكون هذا العمل فيه نقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أو لأن بعض الناس ممكن يقتر يقول: أنا درست كتاب التوحيد وأنا موحد وأرض اشتدي ما عليك قدي. لا، مهما تفعل لابد عملك يكون فيه نقص. أو أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الكفار يسبون الله سبحانه، وما قدر الله حق قدره، وأنت موحد لابد تفرد الله بالتوحيد وتنذر عن الشرك. نعم. أو أن المؤلف رحمه الله إما قلنا يقتر أو ينظر إلى حال الكفار. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والشجر على إصبعين والماء على إصبعين والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.
فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية مسلم الجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. أخرجها. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.